السلام عليكم طلاب كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، طلاب المرحلة الرابعة في مادة المالتي ميديا، المادة رقم 4. اليوم راح نكمل وياكم موضوع سامبلينج. احنا بالمحاضرات الماضية اخذنا السامبلينج وعرفنا هو شنو السامبلينج، العينات، واخذنا ويا الاوديو ويا الفيديو ويا الساوند. اليوم راح نختم الموضوع، راح نتعرف على مصطلحين، هي الانلايزنج والانتي انلايزنج. شنو هذني مصطلحين، شنو هذني التقنيتين الموجودة، وين تفيدنا، وشون راح نستفاد منها، وكيف راح نطبق رياضيات على هذه الموضوع. المادة هنا جزئين، الجزء الاول راح ناخذ شوية نبذة تعريفية عن ذني المصطلحات الاثنين، التقنيات الاثنين، وبعدين ناخذ الجزء الثاني، ناخذ مسائل رياضيه. هاي اخر موضوع بموضوع السامبلينج وننهي هذا الموضوع. نجي انلايزنج، تعريفه ان اثنيناتهم تعريفه موجود امامنا بالصوره ظاهر. انلايزنج هو شنو؟ عندي اني هاي الحرفين، حرف اي، هاي الصوره، هذا الحرف هي تكون low resolution، يعني دقتها كلش قليلة. شنو الانلايزنج؟ الانلايزنج يعني تعرجات تحدث شوكل. هو يقول هنا visual stair stepping of edges، اوكي، يعني تعرجات تحدث للشيء، يعني للحرف او للشخص، اوكي، تكون الصورة about an image when the resolution is too low، يعني عندما تكون الدقة كلش منخفضة. فهو شنو يوضح لنا هنا بالزوم، نباو هنا بالزوم نشوف انه هنا نهاية الحافة مال هذا الحرف اكو تعرجات واضحة، اوكي. هاي التعرجات هي يسموها اللايسين، يعني تعرجات ظاهرة امامنا. هاي الصورة من تكون دقتها كلش قليلة. تخيل اذا انس عندي هاي ريزوليوشن قد راح تبين لنا هاي التعرجات. فظهرت التقنية اسمها الانتي الايزنج. اوكي، هاي شنو وظيفتها؟ هي سموثينج جاكيت ايجز، اوكي، لتنعيم الحواف، تنعيم هاي الحواف المتعرجة. فتشوف هنا هسه شلون هنا اختفت التعرجات بالكامل. يعني هنا هسه هنا نشوف احنا هنا عندنا واضحة، اوكي، بينما هنا من طبقنا هاي التقنية الانتي انلايزنج راحت اختفت كل التعرجات. زين، من خلال شنو؟ باي افريج المن الكولر اوف البكسل، يحسب الوان، معدل الوان البكسلات ات باوندري، يعني خلال عند الحدود هذه يحسب معدل البكسل الالوان، اوكي، الوان البكسل يحسبها هنا، لين راح يعطيني الصورة بكلش حواف ناعمة وواضحة. طبعا هاي هي اكثر هاي التقنية هي موجودة بالجيمز، يعني اهل الجيمز من يلعبون راح يروح على اوبشنز بالخيارات، يقول له انت انلايزنج، راح ينطيه خيارات ما عنده عددة. هنا تقريبا فيها 7 أو 8 تقنيات، هذه كل تقنية راح تضيف شيء يكون واضح بالجيمز بحيث حتى تبين انه اللعبة كلش واضحة. راح ناخذ مثال اخر، هنا انا عندي بيكسل، هاي الصورة عبارة عن بيكسلات بها هذا الحرف ايضا اي كابيتال، اوكي، بس شنو باللو ريزوليوشن. شوف هنا شلون تكون واضحة التعرجات، بينما هنا الترجات اختفت بشكل واضح، اوكي، بينما الترجات هنا هي موجوده، فهاي يصلحوا لها انلايزنج. اذا هاي بس مجرد انه نعرف شنو هي الانلايزنج والانتي انلايزنج. الانلايزنج هي الترجات تكون واضحه امامنا، يعني بالنهايه كل شيء موجود، يكون شخص او حرف او نهايه شيء، يعني اي شيء قدامنا بالصوره او اي يعني نشوفها هنا بالفيديو، اوكي، راح نشوف انه اكو تعرجات. بينما الانتي انلايزنج هو يعني انه يوخر لنا هاي التعرجات حتى تطلع الصوره واضحه جدا
إن. فاحنا أمثلة على هذا الموضوع. نحن نطبق الأنلايزنج، أوكي، بخلال مجموعة من خلال التعليم الرياضي. راح نشوف شنو شلون هنعرف إنه أكو أنلايزنج لو ماكو أنلايزنج. وين راح نستخدم هسه؟ إحنا هنا هنستخدم بالأوديو ديجيتال كونفرتر، أوكي، تحويلات من الأوديو إلى ديجيتال. إذا كان السامبل بيريود مالتي تايم سامبل اللي إلى وقت هو 1 ملي سكند فايد نيكوست فريكوانسي، أوكي، هنا عندي هذا الرسم يوضح إنه الإشارة صوت دخل راح يطلع صوت ديجيتال، أوكي، يعني هيدخل الصوت مالتي أنا دا أحكي هنا وراح يتحول إلى ديجيتال. زين، وعندي التايم مالتي خلال 1 ملي سكند. زين، إيش قد النيكوست مالتي؟ إيش قد التردد الصوت مالتي راح يكون؟ خلينا نشوف. الفريكوانسي سامبل هذه هي شنو قانونها؟ هي واحد على تي اس اللي انا منطيك اياها موجودة بالسؤال. انا منطيك تايم هو 1 ملي سكند، فاقول 1 على 1 هيطلع 1. شو اسوي؟ اضربها في الف هيطلع لي بالهرتز، يطلع لي الف هرتز. طيب هسه راح اطلع الفريكوانسي نيكوست اف اس على 2، قانون مالتها هي اف اس على 2. ايش راح يساوي لنا؟ الف، لان يعني طلعت الاف اس هي الف على 2 هيطلع لي 500 هرتز. اذا النيكوست فريكوانسي طلعتها اني هي 500 هرتز، اوكي. هذا مثال رقم 1. مثال رقم 2 determine which input signal is aligned. زين، فاي ادي بيريود ادي منطي اني هنا نفس الشيء هي 1 ملي سكند. ايش منطيك؟ منطيك 2 سيجنال. اريد اعرف من بها aligned ومن هي ما بها aligned. زين، شلون نبدي نحل؟ راح ناخذ الفقرة اي. اول شيء ما دام منطيك هذه بيريود فلازم انت تطلع لي الاف اس والاف ان. فاحنا طلعناها حسبناها مثل ما هي هسه هي مكررة للسؤال ذاك. راح نطلع الاف اس هي الف و نيكوست فريكوانسي طلعناها 500. طيب زين، هسه نجي اذا اكس تي تساوي 12 كوساين 200 باي تي. 200 باي تي هاي شنو اصلها؟ هاي ارجعها للاصلها، يعني هذه رجع لهاي اصلها، اوكي. هي شنو هي؟ 12 كوساين 2 باي 100 تي. اصلها 2 باي 100 تي. ال 100 هاي ترمز للاف 0، ترمز الاف 0. زين، الاف 0 ايش قد قيمتها؟ 100. زين، اذا كانت الاف 0 اصغر من اف ان، شيء انه هاي اصغر، اذا اصغر منها النوت اللايست، يعني ماكو تعرجات. ليش؟ قيمة البداية زيرو، يعني قيمة البداية قيمة هذا هو بادي بالمية، وهو النيكوست مالتي النيكوست فريكونسي 500، يعني اعلى، يعني وهذا اقل، فاذا النوت اللايست ماكو اي تعرجات. شغلة صحيح. زين، طبعا هنا هذا هذا ينطبق على اي، يعني احنا من طلعنا اف اس اف ان هو ينطبق على المية الثانية الاي والبي. إذا x لتي تساوي 10 كوساين 2000 باي تي، 2000 باي تي، أرجع أصلها هتطلع لي 10 كوساين 2 باي 1000 تي، من 2000، فهي 2000 من جاي من 2 في 1000. زين، الألف هاي إيش تمثل؟ تمثل لي F0. F0 هي إيش قد؟ طلعت 1000 هرتز. أشيك F0 بر من الاف اصغر من الاف ان، راح اشوفها هاي الف، واحنا هنا طلعناها 500. اذا معناها شنو؟ اكو انلايست، اكو انلايست. اذا كانت اصغر معناها ماكو انلايست، ماكو انلايست، اوكي. بينما اذا كانت يعني لا مو اصغر، اكبر من اللي احنا طلعته، فمعناها هي بها تعرجات. لهنا احنا نخلص محاضره مالتنا، محاضرة رقم 4 بموضوع السامبلينج. بعد ما عندنا شيء بالسامبلينج، اوكي، طبقناه ويا الاوديو، طبقناه ويا الفيديو ويا الصاد، وعرفنا مصطلحين انلايزنج والانتي انلايزنج، اوكي. وشكرا لكم، مع السلامة.